الآن أعطي الكلمة لأخي فخامة الرئيس محمود عباس ليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين الأخ الملك سلمان بن عبد العزيز، الإخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأخ أحمد أبو الغيط أصحاب الدولة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. قبل أن أبدأ حديثي أريد أن أوجه شكري وتقديري لما تحدث عنه الآن خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق باسم الدورة أو الدعم أو المساعدات التي ستقدم للقدس، فهذا ليس غريباً عن المملكة، ليس غريباً عن جلالته، فالشكر والتقدير لكم صاحب الجلالة، خاصة وأنكم لم تنقطعوا يوماً عن مساعدة القضية الفلسطينية ودعمها، فالشعب الفلسطيني يقدر لكم كل هذا. نجتمع اليوم في الوقت الذي تشهد فيه القدس الشريف هجمة استيطانية غير مسبوقة تهدف للاستيلاء على أرضها وتهجير أهلها وطمس هويتها التاريخية وانتمائها العربي الإسلامي والمسيحي الأصيل. إنها أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وموئل الأقصى وقبة الصخرة ومصر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أيضاً موئل كنيسة القيامة، وعلى دروبها سار سيدنا المسيح عليه السلام. يتم ذلك كله بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية التي خرقت القوانين الدولية بقرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في خطوة استباقية ومدانة، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة طرفاً في الصراع وليست وسيطاً منفرداً لحله، ما جعل الحديث عن خطة سلام أمريكية أمراً غير ذي مصداقية. وهنا يجدد التأكيد على أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين. الأخ خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة، يطيب لي أن أتوجه إليكم بخالص التحية والتقدير على استضافة هذه القمة هنا في المملكة العربية السعودية التي دعمت الشعب الفلسطيني ووقفت إلى جانب حقوقه المشروعة، سائلين الله أن يحفظكم وشعبكم وبلدكم الشقيق ويديم عليكم نعمة الأمن والرخاء. كما أعرب عن جزيل الشكر والتقدير لأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على رئاسته الناجحة لأعمال القمة السابقة، شاكرين لجلالته دعمه الدائم لفلسطين وبصفته صاحب الرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. والشكر أيضاً لرئيس لجنة القدس جلالة الملك محمد السادس. والشكر والتقدير العميق موصول للإخوة قادة الدول العربية وشعوبها الشقيقة على مواقفهم مع شعبنا، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها. الأخ خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة، الإخوة القادة، إن قضية فلسطين بقيت دون حل بالرغم من صدور مئات القرارات عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، لم تطبق جميعها، فإلى متى ستبقى إسرائيل دون مساءلة أو محاسبة
تتصرف كدولة فوق القانون. 705 قرارات من الجمعية العامة و86 قرار من مجلس الأمن لم ينفذ قرار واحد منها. إننا لم نرفض المفاوضات أيها السادة يوماً، واستجبنا لجميع المبادرات التي قدمت لنا، وعملنا مع الرباعية الدولية ومع جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة وصولاً للإدارة الحالية، والتقينا مع الرئيس ترامب عدة مرات، وانتظرنا أن تقدم الإدارة الأمريكية خطتها للسلام، وإذا بها تقوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتقرر نقل سفارتها إليها، وتعلن أنها رفعت ملف القدس عن طاولة المفاوضات، وتقرر خفض المخصصات المقدمة للأونروا تمهيداً لإزاحة ملف اللاجئين. كل ذلك في خرق صريح للقانون الدولي، وفي سابقة اعتبرناها انتكاسة كبرى رفضتها غالبية دول العالم. الأخ خادم الحرمين رئيس القمة، أيها الإخوة، إن مساعينا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد أرضنا وشعبنا لم ولن تتوقف، فقد أتحنا لذلك الفرصة تلو الأخرى منذ 11 عاماً وحتى الآن، وتجاوبنا مع جميع الجهود العربية والمصرية، والتي كان آخرها الاتفاق الذي جرى في القاهرة في 12 العام الماضي برعاية مصرية مشكورة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي مقابل ذلك وقعت محاولة آثمة لاغتيال رئيس الحكومة ورئيس جهاز المخابرات، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته بالكامل حركة حماس التي تتصرف كسلطة أمر واقع. إننا لم ولن نتخلى عن شعبنا في قطاع غزة، حيث تحملنا المسؤولية وقدمنا نصف موازنتنا الحكومية لشعبنا في غزة، وهذه ليست منا وإنما واجب. ودعونا الدول المانحة إلى تقديم المشروعات لإعادة إعمارها وتنميتها. ولكن كيف يمكن أن تتحمل حكومة الوفاق المسؤولية دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملة وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد؟ ولذلك هذا هو موقفنا، إما أن نتسلم كل شيء ونتحمل مسؤولية وإلا فلا. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشهر ولتمكين جبهتنا الداخلية سينعقد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين لتعزيز صمود شعبنا، مؤكدين بأننا سنواصل التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن مشروعنا الوطني الذي ضحى من أجله الشهداء والأسرى والجرحى الذين كان آخرهم شهداء وأسرى وجرحى هبة القدس ومسيرات العودة السلمية في ذكرى يوم الأرض. ومع الأسف فقد واجهها جيش الاحتلال بالرصاص الحي. الأخ خادم الحرمين رئيس القمة، قدمت
في شهر فبراير الماضي خطة سلام في مجلس الأمن الدولي تستند في الأساس إلى مبادرة السلام العربية، وأكدنا خلالها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية، وقد تم اعتمادها من مجلس وزراء الخارجية العرب، وتتلخص بما يلي: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في هذا العام 2018 يقرر قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة بضمانات تنفيذ أكيدة وتطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 67 وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل. هذه الخطة قدمناها، وتمنينا على قمتكم أن تتبناها لنستمر في محاولات تطبيقها، وأعتقد أنها هي الأنسب للوصول إلى سلام بيننا وبين الإسرائيليين. وقبل أن أختتم كلمتي صاحب الجلالة، أقول إن إسرائيل تحاول في هذه الأيام أن تتقدم بطلب لعضوية مجلس الأمن، ولا أدري كيف تكون إسرائيل عضواً في مجلس الأمن وهي التي اخترقت وتخلت ورفضت أن تطبق أي قرار من قرارات الأمم المتحدة منذ عام 47 إلى يومنا هذا، لا قرارات الجمعية العامة ولا قرارات مجلس الأمن. ولذلك أهيب بكل الأشقاء أن نقف وقفة واحدة لنحول دون وصول إسرائيل إلى عضوية مجلس الأمن، لأنها لا تستحق ذلك. دولة لا تحترم مجلس الأمن، لا تحترم الشرعية الدولية، وتريد أن تنصب نفسها على منصة مجلس الأمن، هذا لا يجوز. وختاماً أقول إن الآلاف من شعبنا وأمتنا قد ضحوا بحياتهم من أجل القدس، ولا ضير أن نواصل السير على درب الآلام والصمود والبناء دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ومقدساتها وحق شعبنا في الحرية والاستقلال. إننا على ثقة تامة بأنكم لن تتخلوا عن القدس الشريف وعن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، كما أن ثقتنا بكم كبيرة لمواصلة دعم أهل القدس ومؤسساتها وفق الخطة التنموية الخمسية التي يرعاها البنك الإسلامي للتنمية، التي قدمت لكم آملين تنفيذها ضمن جداول زمنية محددة. ونؤكد على ضرورة الدعوة لتشجيع زيارة القدس. نتمنى عليكم أن تدعوا إلى زيارة القدس، أن لا تتركوا أهل القدس وحدهم، أن يشعر أهل القدس أن الأمة العربية معه، تحتضنه، تقف إلى جانبه. وهذا بصراحة ليس تطبيعاً مع إسرائيل، لأن زيارة السجين ليست زيارة السجان. إنني أيها الإخوة الأعزاء لم ولن أدخر جهداً لإنهاء معاناة شعبي وتحقيق سلام ينعم به الجميع، ولكنني لن أفرط بأي حق من حقوق هذا الشعب التي نصت عليها وضمنتها الشرائع الدولية. أخي خادم الحرمين الشريفين، لكم ولكل القادة الأشقاء
كل التحية وكل الشكر، وإن فلسطين وشعبها سيحفظون لكم مواقفكم النبيلة، متطلعين إلى اليوم الذي نستقبلكم في القدس عاصمة دولة فلسطين، ونعقد ندعوكم من الآن ونعقد القمة العربية في يوم قريب إن شاء الله لنصلي معا في المسجد الأقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.